مقابله مع استاذ شريف. فين؟ في استوديو جلال. في استوديو جلال في ممر كده في شارع. فالشارع ده احمد طول الوقت يقول لي اوعى تهزر اوعى تهزر. قلت له ليه يا عم عادي يعني؟ قال لي استاذ شريف عارف انا ما بحبش الهزار. فدخلت انا فاكر قاعد مستنينا بقى خارج يوسف شاهين يعني. فلقيته بيصور اعلان لتكييف مشهور. احمد ما شاء الله طويل وبتاع، وانا انت زي ما شايفاني اطول من احمد. فلقيت استاذ شريف واقف كده بس ظهره لينا، مش هسكت بقى استنى برضه اهوج يعني. قلت له استاذ شريف. قال لي ايوه. قلت له انا تامر سمير وده احمد وفيق الاستاذه ايمان قالت لك علينا وبتاع. قال لي تمام. فهم الاثنين في طول بعض. قال له عارف انا عايز اسمع يعني بيقولوا ايه؟ بيكلم بيقول له انت عملت ايه؟ كده وبيبص لنا. طب ماشي طب اسالني بقى يعني. فقام جالي بقى انا كده انت عارفه. قال لي يا تامر انت عملت ايه؟ قلت له انا عملت هو الاخر بس. وبعدين يا استاذ انا جيم كاري مصر. يعني جيم كاري ايه بهالاطار يعني. اللي هو ايه؟ بس انا قلت له جيم كاري مصر. كرين شريو بعدين هنبعت لك. احمد قال لي مش انا هيقول لك. ما تهزرش يا ابني. قعد بقى يشتمني يا احمد. قلت له عم دي رزق على الله يعني. كلمنا ايمان كانش في موبايلات بقى. حصل كذا كذا وتامر قال كذا. احمد بالغ بقى شويه. قلت طب تمام خلاص يعني. روحت البيت لقيت ايمان بتكلمني بتقول لي استاذ عايزك بكره. قلت له انا انا يا نهار اسود ما عملتش حاجه يعني اكيد الراجل قفل مني يعني. طلع ايه؟ عمل لي اوديشن وتمام وفله ونجحت في الاوديشن. واليوم الثلاث بقى تخف كان عندي برد يعني وما اشتغلتش الفيلم. ايه؟ لان كان حد اعترض عليا عشان انا شبه ممثل ساعتها يعني مش عايز. مين اللي اعترض عليك؟ مش مهم بقى مش مهم عشان شبه مين؟ محمد هنيدي؟ كانوا مطلعين ان انا شبه هنيدي يعني. ايه بس ف حدا من الكرو يعني من طاقم العمل قال انه لا مش عاوزينه لتامر. تامر لطيف وكل حاجه بس شبه هنيدي قوي يعني. فقلت لهم انا شبه هنيدي ازاي يعني؟ بفين يعني؟ ما اعرفش انا كنت كانوا مطلعيني زمان ان انا ايه شبه هنيدي يعني. وانا بحب هنيدي جدا وبحترمه جدا يعني. اللي هو مره مثلا هضحكك برضو بصفتنا التيران. كان استاذ نور الشريف الله يرحمه. حتى هو سالني سؤال وبيحب الابراج وبتاع. قلت له استاذ نور انا جاي لي دور مع محمد نجم وانا لسه طالع من فيلم مع يوسف شاهين فاشتغل ولا ما اشتغلش؟ قال لي لا ده الاحتراف يعني ده الاحتراف انك تشتغل يعني. قلت له يعني اصل مش شبه هنيدي انا؟ قال لي لا انت مش شبه هنيدي خالص بالعكس انت ملامحك مش مميزه تمام. فسالني بقى قال لي انت برج ايه؟ قلت له انا تور زي حضرتك. فقعد يضحك بس قال لي حكمه رغد اللي هي قال لي الطور وحكى لي هو قال لي بعد كان عامل مسلسل لسه جديد قال لي تليفوني مرنش 7 سنين. اللي هو الطور حظه بيجي على اللونج ران على المدى البعيد على المدى البعيد. قلت له وفعلا صدق الراجل يعني اللي هو ممكن بقى يعني اللي هو قد ما عنا صبر قد ما الصبر طويل بس برضو ايه احيانا الشخص اللي قال ما ينفعش للدور ده بتقول له ايه النهارده؟ قدر الله ما شاء فعل.